اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيويورك بمقر بعثة الجمهورية التركية لدى الأمم المتحدة مع معالي السيد مولود شاوش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقه المتميزه التي تجمع بين مملكه البحرين والجمهوريه التركيه وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات خدمه لمصالح البلدين والشعبين الصديقين بالاضافه الى بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الاقليميه والدوليه